لغاية هذا اليوم 1052 موقع تراث عالمي مسجل على لائحة التراث، منها 800 موقع تراث ثقافي، 203 موقع تراث طبيعي، 35 موقع مختلط. المختلط يعني يحوي الصفتين الثقافية والطبيعية. الأهوار أدرجت في هذه القائمة، بمعنى أن الأهوار هي واحدة من أندر مواقع التراث العالم على المستوى العالمي. لغاية تسجيل الأهوار في التراث العالمي قبل تسجيل الأهوار في 17/7 في هذا العام، كان لدى العراق فقط 4 مواقع تراث عالمي. بالمناسبة وثائق الأدبيات الاتفاقية التراث تسمي المواقع بروبرتي، ممتلكات، فكان لدينا فقط 4 ممتلكات اللي هي قلعة الشرقاط والحضر والمدينة الأثرية في سامراء وقلعة أربيل. ملف الأهوار الذي سجل هذا العام لوحده يحوي 7 مواقع، 3 منها ثقافية، أريدو وأور وأوروك، و4 مواقع منها طبيعية، لحويزة، أهوار الوسطى، هور الحمار الشرقي والغربي. فإذا بعملية واحدة، بنجاح واحد، تم إضافة 7 مواقع إلى 4 مواقع التي سجلت عبر تاريخ العراق الذي كان منضمن لهذه الاتفاقية منذ العام 74. وليس هذا فقط، تسجيل الأهوار على لائحة التراث العالمي يعتبر أول موقع تراث عالمي، أول موقع تراث عالمي طبيعي على مستوى العراق، وكذلك أول موقع تراث عالمي مختلط على مستوى العراق، وثالث موقع تراث عالمي مختلط على مستوى الدول العربية، ومهم جدا أنه هو أول موقع تراث عالمي مختلط متسلسل على المستوى العالمي. وهذا بالواقع ما عقد حتى عملية التقييم، لأنه في أدبيات اتفاقية التراث العالمي لا يعني ينقصها المعايير لهكذا نوع من المواقع. ولذلك البعض عندما سمع بعض الملاحظات تخوف، كان يتصور أنه هي ثغرات. هي ليست ثغرات، هي ملاحظات وردت. اليوم حتى تسجل موقع تراث عالمي على لائحة التراث العالمي يجب أن تتوفر 3 شروط أساسية: الأصالة والسلامة والقيمة الاستثنائية العالمية. القيمة الاستثنائية العالمية حقيقة هي المحدد لتسجيل أي موقع، أكبر يعني أهم شيء، وهي التي تسمى Outstanding Universal Value. بدون هذه حقيقة لا يسجل أي موقع، بمعنى آخر أنه ليس كل موقع تراث عالمي أو ليس كل موقع آثاري هو مؤهل لأن يسجل بهذه القائمة، وليس كل موقع طبيعي هو مؤهل أن يسجل بهذه القائمة، بمعنى أنه يجب أن يتوفر مزايا وخصائص فريدة في هذا الموقع حتى يكون مؤهل في هذه القائمة. لاحظ الأهوار شنو من عظمة فيها؟ عظمتها من الجانب الثقافي واضحة جدا. هذه أرض احتضنت آثار وحضارات سومر وأكد وأوروك، حضارة الفراتيين التي سبقت سومر وأكد والتي اشتق منها اسم العراق الوركاء في سامر في المثنى. كثير نطيل في الكلام، هذه الحضارات هي التي علمت البشرية الكتابة، علمت الإنسانية سن التشريعات، سن القوانين. وأيضا من الجانب الطبيعي لا تقل أهمية الأهوار عن الجانب الثقافي. في الجانب الطبيعي الأهوار مهمة جدا للعالم أيضا، ليس فقط للعراق.
لأنها احتضنت حياة الإنسان الأهواري في تفاعل. الكثير يعتقد أنه من أثر بمن؟ الإنسان أثر في بيئته في الأهوار أم البيئة بالحقيقة تناغمت؟ تفاعل الإنسان، فالأهوار هي حياة بالواقع. القيمة الاستثنائية الطبيعية للأهوار إنها هي أكبر مسطح أراضي رطبة صامد في أقصى ظروف مناخية، في أعلى درجات حرارة في العالم موجود أراضي رطبة، في أعلى معدل إشعاع شمسي، في أعلى نسبة تبخر، في قلة شحة الوارد أو التساقط المطري. وكذلك القيمة الاستثنائية الطبيعية لها إنها قادرة على مواجهة أقصى الظروف، أي توجد قابلية استشفاء عالية للأهوار. النظام السابق جفف 90% من الأهوار، ومع ذلك 10% كانت قادرة أن تعمل كبنك جيني تعيد الأهوار ليس لسابق عهدها 100%، لأنه في ظروف أخرى استجدت غير الجفاف، منها النقصان الوارد المائي. وكذلك في ميزة أخرى طبيعية للأهوار هو التغاير الموسمي في المساحات، وكذلك التغاير في نسبة الملوحة بين شمال المواقع الأهوار وجنوبها. المواقع الأربعة اللي أدرجت في الأهوار، في الحويزة حيث المياه العذبة، في الأهوار الوسطى حيث الملوحة المتدرجة بين العذبة إلى المالحة، في الأهوار الجنوبية في الحمارين الشرقي والغربي في جنوبها حيث المياه المالحة. هذا حقيقة أعطى موزاييك لتوفير بيئات مختلفة. الاختلاف في المنسوب والاختلاف في الملوحة وفر بيئات مختلفة لمعيشة أنواع مختلفة من الأحياء. ولذلك الأهوار هي واحدة من أغنى مواقع في الأحياء، في التنوع الأحيائي. التنوع الأحيائي هو ثروة طبيعية، وهذا أيضا سجلت في الأهوار أو يوجد في الأهوار تقريبا 100 نوع مائي، تقريبا 50 نوع من الأسماك، 264 نوع من الطيور. الزواحف أيضا مسجل من الزواحف واللبان أكثر من 30 نوع. العديد من هذه الأحياء، الأهوار هي الموطن الوحيد لها. العديد من هذه الأحياء، الأهوار هي مكان التعشيش الملائم لها. العديد الأهوار هي أكبر محطة استراحة للطيور قبل هجرتها الكبيرة عندما تعبر الصحراء شبه الجزيرة العربية. لذلك أهم مسارات الهجرة في الطيور حقيقة تمر من خلال الأهوار. وأيضا في كثير من الأنواع مهددة بالانقراض على المستوى العالمي موجودة في الأهوار. إذا الأهوار هي بنك جيني يدعم التنوع الأحيائي، ليس في الأهوار ولكن حتى بالخليج، لأنه ليس فقط الأهوار هي من تهاجر إلى ليس فقط الطيور هي من تهاجر إلى الأهوار، ولكن حتى في عديد من أنواع الأسماك والقشريات تهاجر إلى هذه المنطقة. بهذا التنوع الأحيائي أصبحت الأهوار نظام منتج، نظام اقتصادي، نظام يدر بالخير على أهله. بالسبعينات كان ثلثين إنتاج الثروة السمكية في العراق يأتي من الأهوار. لذلك تسجيلها في التراث العالمي مهم جدا، لأنه علينا يعني سيكون واجب الحفاظ على هذه البيئة، هذا النظام، أولا لأنه تراث إنساني نعتز به واحتضن الحضارات، وثانيا أيضا يجب أن يدوم للأجيال. البعض يعرف التراث أنه الشيء الذي يجب أن توصله للأجيال. حقيقة العمل في هذا الموضوع بدأ منذ العام 2010، كان هو عبارة عن مشروع تعاون دولي مع الأمم المتحدة، وكان يهدف إلى زيادة إلى الحفاظ على هذا الموقع المهم، إلى زيادة التوعية في على هذا الموقع المهم أو على هذا الممتلك المهم، إلى أيضا بناء فريق وطني قادر على أن يكون
مستعد لكتابة هكذا ملفات. بالواقع نحن حديثي تجربة في التراث العالمي، مثل ما لاحظت في بداية الحديث فقط 4 مواقع تراث ثقافي. في التراث الطبيعي لا يوجد عندنا، لا ما كانت عندنا تجربة سابقة في هذا الموضوع. اليوم ازداد الوعي بحيث الآن محافظات تطالب بإدراج مواقع لديها، هذا مهم جدا. واحدة من النتائج العرضية لتسجيل مواقع التراث العالمي هي تنمية، ازدياد السياحة في هذه المناطق، بمعنى هذا النجاح سيقود إلى تنمية هذه المناطق. كذلك أنه تسجيل الأهوار في التراث العالمي حقيقة سيوفر دعم فني وتقني من منظمات عالمية لهذه المنطقة تساعدنا في الحفاظ عليها. واحدة من أهم الإيجابيات التي برزت في هذا المشروع اهتمام الشباب. الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي قام بأكبر حملة لدعم الأهوار، وهذا يضع علينا مسؤولية أن نتابع ما بعد عملية الإدراج بمهنية كبيرة. فكما حضرت المهنية في إعداد الملف، مهم جدا أن تكون حاضرة في مراحل ما بعد الإدراج. حقيقة أنا أعتبر يعني يمكن ما يعني يأخذ الحديث كثير من الوقت لإيجابيات الإدراج، ولكن مهم جدا أنه وصلت رسالة أنه العراقي رغم كل الظروف التي يعيشها فهو قادر على تحقيق الإنجاز وقادر على رفع العلم العراقي في المحافل الدولية. شكرا جزيلا.